في الوقت الذي تصرح منظمة الصحة العالمية بهذا التصريح المفاجئ عن غياب موجة ثانية لوباء كورونا، يبدو أن الدول الأوروبية بدأت تعود مجددا لسياسة الإغلاق في العديد منها. برأيك كيف تقيم هذه الاستراتيجية على اختلافاتها بين الدول العربية، ما بين سياسة اعتمدت على تخفيف القيود ومناعة القطيع، أو سياسة الإغلاق؟ كيف تقيم هاتين السياستين؟ حقيقة أنه كلتا السياستين يبدو لي بأنه غير ناجعة على المستوى على أقل تقدير الاستراتيجي، لأنها لم تعطي حلا حقيقيا للرؤية أو للوقاية أو الانتهاء على أقل تقدير من الفيروس، وكذلك هي مجرد حلول وقتية غير ناجعة بنهاية المطاف. يعني نحن لاحظنا بأن هناك كان إغلاقا تاما في مارس وكذلك في أبريل ومي من عام 2020 عندما بدأ الفيروس، لكنها حقيقة تكبدت الاقتصادات الأوروبية خسائر كبيرة جدا. لكن هناك إمكانية جديدة تقول بأنه أن تستخدم الاستراتيجية الهولندية والسويدية، هي التي كانت حقيقة استراتيجية ناجعة نوعا ما، وهو الإغلاق الجزئي الذي ربما هو يساعد بانتشار الفيروس. على سبيل المثال المطاعم، المقاهي، الأمكنة السياحية، الأماكن التي تجذب مجموعة من التجمعات. هنا نتحدث عن أمر خطير جدا، وهو أن هذه التجمعات هي التي تجلب أو تنشر الفيروس، لكنها في نفس الوقت هي ترفد حالة الاقتصاد. هنا التناقض. هذه استراتيجية، هي قد تكون استراتيجية جيدة جزئية، لكن مع ذلك أعتقد بأنها لم تخرج الاقتصاد من كبوته، ولم يستطيع حقيقة استعادة قوة الاقتصاد، بل بالعكس هناك هشاشة كبيرة جدا الآن في الاقتصاد. إذا تحدثنا عن بلجيكا وهو بلد صغير جدا، تكبد خسائر خلال شهرين فقط 50 مليار يورو، وهنا حقيقة هذا الاقتصاد لا يستطيع أن يصمد أكثر من 14. الآن نحن في الشهر العاشر من سنة 2020 وما زال الفيروس يضرب بقوة في الشوارع وفي المستشفى وفي الإدارة. الآن هناك إفلاس يعني يضرب في كل الأماكن. هنا نتحدث عن حقيقة عن استراتيجيات هي قد تكون ناجحة جزئيا لكنها فاشلة بالكم الكلي إن جاز القول. نعم.